حملة جديدة للداخلية تستهدف هذه المرة منطقة الكرادة وعدد من الفنادق فيها. أهمية هذه الحملات بتقديرك، وكيف تقرأ نتائجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله جمهوركم الكريم، وحيا الله كادر قناتكم المحترم. مرحبا بك. الحقيقة عتبنا كبير على معالي وزير الداخلية وعلى الأخوة من القطاعات الماسكة، سواء كان من قيادة شرطة بغداد أو من الشرطة الاتحادية، لأن هنالك بعض الإجراءات المخجلة، وهنالك أيضا بعض الحالات التي قد تؤثر على جمالية بغداد وعلى أهالي بغداد. يعني هنالك حالات تحدث بالتقاطعات، وهذه الحالات معروفة للجميع يعني، وبمرأة ومسمع من رجال الشرطة المتواجدين في التقاطعات، يعني حالات التسوي الأطفال يحاولون بطريقة أخرى استعطاف راكبين العجلات، وبالتالي من خلال يعني تنظيف الزجاج أو من خلال حالات التسول أو بيع بعض الأمور. وهذه حالة مخجلة، لأن هؤلاء هم تقودهم مافيات، وعلى حساب الطفولة وعلى حساب حاجة الإنسان وعلى حساب عواطف المقابل، وأيضا يعني مؤثرة ومخجلة لبغداد ولأهل بغداد الكرام. طبعا نعتب على وزير الداخلية ونعتب أيضا على القاطعات الماسكة، لأنه واجباتهم الحالية. الآن الحمد لله بغداد تشهد استقرار أمني كبير بفضل جهود الأبطال، لذلك نأمل من القطاعات الماسكة أن يستكملوا تضحياتهم التي قدموها، وبالتالي حافظوا على الأمن والاستقرار بإزالة التجاوزات على الذوق العام، وأيضا على المنازل والشوارع في بغداد. يعني هنالك تجاوزات كبيره بمرأة ومسمع من القطاعات الماسكه، وهنالك ربما تستر او مجامل او غض النظر عن هذه التجاوزات والخروقات. لذلك نقول على وزير الداخليه وعلى الاخوه القيادات الامنيه، سواء كانوا من قياده شرطه بغداد ام من بقيه المحافظات، يعني توجيه القطاعات الماسكه باتجاه ازاله التجاوزات في الاحياء السكنيه التي اصبحت حاله مخجله. هناك من يتجاوز على الأرصفة، وهناك حتى من يتجاوز على الشوارع في الأحياء والمناطق السكنية، وهذا ما يفترض أن يكون. يعني هناك دور تجاوزوا على الرصيف وبحالات مخجلة ومخزية أصلا، يعني بمرأة ومسمع من القطعات الماسكة، ودوريات النجدة ودوريات الشرطة الاتحادية والدوريات العسكرية تمر وتنظر وتغض النظر عن هذه الخروقات والتجاوزات. إذن ما هو واجب القطعات الماسكة؟ هو الأمن والاستقرار. كيف يكون في حالة وجود تجاوز؟ إذن لا وجود لأمن ولا وجود لاستقرار. المواطن حينما تجاوز على المال العام معناته أنه عدم احترام للسلطة، وعدم احترام أيضا للدولة العراقية ولمن يقود الدولة العراقية. لذلك نقول القطعات الماسكة الآن يجب أن تؤدي أدوار أخرى. احنا الآن ما عدنا رهاب والحمد لله والشكر، الآن هنالك بعض الخروقات والتجاوزات التي قد تؤثر على نفسية المواطن، وبالتالي حتى المواطن حينما يشعر بحالة توتر وحالة غضب وربما فوران حينما يشاهد تجاوزات كبيرة من المناطق السكنية وفي المناطق السكنية وبمرأة ومسمع من أجهزة الأمن، هذا يجعل ناقم وحاقد على الأجهزة الأمنية، وهذا ما أريد أن يكون. يعني هنالك أبطال قدموا تضحيات الجسام.